السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع الدكتور سامي العريان، مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية وأستاذ الشؤون العامة بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول. أهلا وسهلا بك دكتور سامي، حياكم الله. نحاول أعزائنا المشاهدين في هذا اللقاء الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: كيف نفهم السياسة الخارجية الأمريكية في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدا؟ ما دور وتأثير الجغرافيا في تحديد السياسة الدولية؟ ومن هنا ننتقل إلى التعرف على الرؤية التي يقدمها الدكتور سامي لتفكيك الكيان الصهيوني. أرحب مرة جديدة بك دكتور معنا في هذا اللقاء، واسمح لي في البداية أن أبدأ بالسؤال من واقع تجربتك ومكوثك في أمريكا لأربعة عقود، ما يزيد عن أربعة عقود، ثم التجربة التي مارست بها العملية والمفهوم أو المفاهيم التي خرجت بها من هناك بعد هذه الرحلة الطويلة. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على هذه الاستضافة. يعني أنا من فلسطين، ولكن كالأجيال العديدة التي هجر أبواها من فلسطين، أنا نشأت أو ولدت في الكويت ثم نشأت في مصر وذهبت إلى الولايات المتحدة، كان عمري 17 سنة وجلست هناك حوالي 40 سنة قبل ما أتي إلى هنا. طبعا هي تجربة غنية جدا، أنا هناك حصلت على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ثم أصبحت أستاذا جامعيا لأكثر من يمكن قريب 20 سنة. ولأني كنت ناشطا فلسطينيا هناك، أصبح في مشكلة لدى المؤسسات الصهيونية في وجودي في هذا المجتمع، ولمجرد تفكير أنه يمكن أن تكون مؤثرا فيه فاستهدفت، خصوصا بعد أحداث 11 من سبتمبر. فكان عندي قضية طويلة عريضة، يعني انتهت طبعا أنهم فشلوا في إدانتي أو في وضعي في السجن، ولو أني مكثت في السجن حوالي 5 سنوات ونصف وفي الإقامة الجبرية مثلها أيضا 11 سنة. ثم انتهى بي الأمر أنني يعني كنت أمام خيار التنازل عن كل حقوقي هناك والرحيل، وفعلا رحلت واستقررت الآن في تركيا هنا في الجامعة كما ذكرت. طبعا تجربة كبيرة وتجربة يعني غنية، فيها الكثير من الأمور، فيها معرفتي بالدولة وطريقة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى أن أيضا في وقت من الأوقات كنت أنا أقود مؤسسات لحماية الحقوق المدنية للفلسطينيين، عفوا للمسلمين هناك، وهذا أعطاني أيضا تجربة سياسية كان لها علاقة ب الحزبين الجمهوري والديمقراطي والعلاقة أيضا مع الكونغرس. فمن هذا السبب أيضا استهدفت لأنه أصبحت قريب من دوائر مركز القرار في ذلك الوقت. كيف تنظر بعد تلك التجربة دكتور إلى المفاهيم الأمريكية التي انتشرت كالعولمة والعولمة الثقافية الليبرالية الديمقراطية الأمريكية التي تنتشر في العالم؟ ماذا تعني لك هذه المفاهيم سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى العام في تطبيقاتها الأمريكية في دول العالم ولا سيما في الشرق الأوسط؟ يعني هذه مفاهيم تحتاج أن تفكر بلا شك، صحيح، لأنها مركبة الحقيقة. هي على المستوى الديمقراطية بمعنى الممارسة الديمقراطية، المجتمع الأمريكي بشكل عام فيه ثقافة ديمقراطية متجذرة، بمعنى أن كلما نزلت إلى الأسفل، كلما نزلت إلى المناطق المحلية أو المؤسسات المحلية أو المجتمعات المدنية، مؤسسات المجتمع المدني تمارس فيها الديمقراطية بشكل كبير وواسع. يعني هناك ثقافة الحقيقة في المجتمع، وكلما صعدت إلى أعلى وأصبحت هناك مركزية أكثر لا سيما على المستوى الفيدرالي، هناك مؤسسات ديمقراطية ولكن الممارسة فيها ليست بالضرورة تكون بالمفهوم الديمقراطي المتعارف عليه لدى الناس. وهذه مسألة يعني تلحظها بشدة نظرا لوجود مؤسسات هي التي تقريبا تقود السياسات في داخل المجتمع، قلما يعني يحدث شيء خارج إرادة هذه المؤسسات. وهذه المؤسسات معظمها مرتبطة ارتباطا مباشرا ببناء المجتمع الرأسمالي الذي يتحكم في عملية صناعة القرار. أمريكا في نهاية الأمر إمبراطورية، يعني همها أو سياستها الأساسية هو الهيمنة على هذا العالم بكل يعني مشتقاته السياسية وأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وبالتالي يعني لابد أن نفهم
كيف تطورت أمريكا عبر أكثر من قرنين من الزمن، وكيف أصبحت هي القوة المؤثرة أو الوحيدة في العالم في وقت من الأوقات. هي كانت وصلت إلى درجة أن تكون القطب الأقوى في العالم، لأن نحن نتحول، نحن الآن في مرحلة التحول أيضا من عالم كان أحادي الأقطاب أو أحادي القطب في لأمريكا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ونحن لن نتحول لنا تقريبا 3-4 سنوات. هناك عالم يتشكل من جديد لأن يكون متعدد الأقطاب، وأمريكا تحاول يعني محاولة حثيثة بأن تمنع هذا التحول وأن تبقي على الأقل للقوى الأخرى التي يمكن أن تكون قوة عظمى أو مؤثرة أو تؤثر في عملية كيف يحكم هذا العالم، وبشكل كبير يعني طبعا الصين ومن بعدها روسيا. نعم. طيب دكتور، في ضوء ما تفضلت به، كيف يمكن أن نفهم السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم أو في العالم وفي الشرق الأوسط تحديدا؟ ما أهم الملامح، ملامح تلك السياسة؟ كل دولة في العالم خصوصا الدول العظمى لها ما يعرف بالسياسة أو بالاستراتيجية العظمى في تحركاتها. أمريكا عبرت عبر تاريخها لأكثر من استراتيجية عظمى. كان هناك يعني بعض الحلم لدى الآباء المؤسسين لهذه الدولة بأن يكونوا دولة عظمى أو دولة كبيرة، وهذه الدولة الكبيرة في أمريكا كانت لابد أن تمر في هذه المراحل. المرحلة الأولى هي كان عملية توحيد الدولة، يعني أمريكا بدأت من 13 ولاية في القسم الشرقي، ولكن كان ينقصها الكثير من العوامل التي يمكن أن تصبح بها دولة عظمى. فقضت تقريبا أكثر من القرن وهي تحاول أن تأخذ ما يعرف اليوم على المستوى الجغرافي بأمريكا الشمالية، يعني من المحيط الأطلسي إلى المحيط الأطلنطي، ومن المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادئ. وهذه المسألة طبعا أخذت كما ذكرت يعني عقود من الزمن وكثير من الحروب وكثير من التطهير العرقي للسكان الأصليين في البلد. ثم هناك أكثر من ربع أمريكا تقريبا شروه من وقتها كان من نابليون في حروبه التي كان يعني منغمس فيها في أوروبا. هناك أيضا على الجانب الشمالي في ولاية ألاسكا التي تمثل من ناحية يعني فيزيائية أكثر من ربع الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا شروها من روسيا القيصرية. وهناك طبعا حروب كانت ضد المكسيك أخذوا فيها معظم الولايات الجنوبية. إذن كل هذه العملية التي كما ذكرت أخذت عقود من الزمن استطاعت أن تكون دولة فيها كل مقومات الدولة العظمى، من ناحية مقومات يعني اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية وفنية ونظام سياسي. ثم انتقلت بعد ذلك الاستراتيجية الثانية وهي الهيمنة على الجانب الغربي من الكرة الأرضية، بمعنى الرئيس السادس مونرو في عام 1823 أعلن ما اسمه مبدأ مونرو، وهو القصد فيه أن عدم السماح لأي قوة عظمى بالتواجد أو التمركز العسكري في داخل النصف الكرة الغربي هذا الذي يجب أن تهيمن فيه أمريكا بمفردها. وبالتالي كان هناك يعني سياسة أمريكية أيضا أخذت عقود من الزمن، يعني أخذت أكثر من 70-80 سنة لتصفية كل التواجد العسكري في هذه المنطقة حتى تكون أمريكا هي المهيمنة، والذي يهيمن على منطقته أو على إقليمه يستطيع بعد ذلك أن يخرج مطمئنا إلى بقية العالم، بحيث أنه ممكن أن يهيمن هنا أو يهيمن هناك، ولكن لا يخشى أن يكون هناك تحديا له أو لقوته أو هيمنته في منطقته. ثم بدأت استراتيجية ثالثة. هذه الاستراتيجية الثالثة كان الآن إحنا مدام أمننا منطقتنا الجانب الغربي نريد الآن أن نخرج إلى العالم، ولا يستطيع أمريكا طبعا ربنا حماها بأن عندك محيط على اليمين ومحيط على الشمال، وهذا يعني يسبب يعني صعوبة كبيرة لأي قوة أخرى أن تأتي للغزو. ولكن هم حتى يخرجوا كان لابد من بناء يعني قوة وأسطول بحري قوي جدا، وهذا بدأ في 1880s وأخذ أيضا عقدين ثلاثة من الزمن حتى تصبح هي القوة الوحيدة التي طبعا ما كانت هناك قوة باستثناء يمكن الأسطول البريطاني وبعض القوة المحلية هنا وهناك، ولكن أمريكا أرادت أيضا أن 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 تحمي نفسها من الشرق والغرب، ليس فقط من الشمال والجنوب ولكن من الشرق والغرب عن طريق بناء هذا الأسطول البحري الكبير. ثم جاءت الاستراتيجية بعد ذلك، وهو بما أنه صار عنده وهي مرتبطة بالاستراتيجية الثالثة، بما أصبح عندك الآن هذه القوى البحرية الضاربة والكبيرة والتي تستطيع أن تجوب العالم ومحيطات العالم، لابد من أن نتحكم بالطرق التجارية، ومن يتحكم بالطرق التجارية يتحكم باقتصاد العالم. فأصبحت أمريكا
يعني عندها هذا الطموح. وفعلا اليوم مثلا أمريكا عندها 11 حامل الطائرات وأساطيل، تجوب 7 منهم يجوبون العالم في أي وقت من الأوقات، وفي 3-4 جالسين كاحتياط. ليس هناك من الدولة الثانية من حيث عدد الحاملات بعد أمريكا من هي؟ الصين واحدة، واحدة روسيا واحدة، وحتى الصين الواحدة هذه خلصت فقط السنة هذه، وتحتاج 5-6 سنوات حتى تستطيع أن تعمل بشكل مستمر. فرنسا عندها واحدة ولكنها يعني فقط في منطقتها، كذلك بريطانيا، وكلها قديمة. يعني حتى اللي كانت لدى الصين قبل أسطولها هذا العام كانت من أصل سوفيتي من أوكرانيا، شروها يعني نص أسطول ممكن تسميه. نعم. فما في منافسة حقيقية. هذا النوع من القوة المتعلق بالقوة البحرية يأخذ عشرات السنين لبنائه، خصوصا في وجود التكنولوجيا الحالية. ثم بعد ذلك، بعد أن استطاعت أمريكا أن تهيمن على هذه الطرق التجارية والقوافل والملاحية وسيطرتها الاقتصادية، طبعا هذه مسألة أخرى ممكن نتحدث فيها، ولكن الاستراتيجية التي تأتى لها أو العظمى هو عدم السماح لأي قوة سواء كانت عظمى أو قوة ناشئة بأن تهيمن في إقليمها. لأنه إذا هيمنت في إقليمها تستطيع بعد ذلك أن تخرج مثل ما فعلت أمريكا وتنافس أمريكا في مناطق أخرى. فهذه تقريبا الاستراتيجية الخامسة التي اشتغلت عليها أمريكا، وهي ممكن أن نفهم فيها معظم سياسات أمريكا حول العالم. يعني مثلا إذا أردنا أن نفهم ماذا يحدث اليوم في أوكرانيا، أو ماذا يحدث اليوم مثلا في بحر الصين الشرقي أو الجنوبي، كل هذه تجيب عليه هذه المسألة. أن ما يحدث في شمال سوريا أيضا هذه الاستراتيجية تجيب عليها. أمريكا لا تسمح لأحد بالخروج خارج دائرة محددة لاستعراض القوة أو لفرض هيمنته في إقليمه. فما هي السياسة التي تتبعها؟ ما يسموه هم توازن القوى، ولكن الحقيقة مش توازن القوى، هو إيجاد قوة معادية أو خصم تستطيع أن تقويه أمريكا حتى يجابه هذه القوة فينشغل بها، فلا يستطيع أن يهيمن في منطقته، فلا يفكر في تحدي أمريكا في مناطق أخرى. وبالتالي يعني أمريكا أرادت أن تشغل روسيا مثلا أو من قبلها، فبالتالي أصبحت توسع في الناتو، توسع في الناتو، وأرادت أن في الآخر أن تأتي بأوكرانيا. أوكرانيا على حدود سوريا روسيا، يعني بين حدود روسيا وموسكو 600 كيلومتر. فإذا أنت وجد على أبواب على هذا الناتو، هذا الحلف العسكري الذي هو في جوهره أمريكي، ليس فقط أمريكي، هو طبعا أمريكي من يوم ما بدأ إلى الآن، وهو القائد لازم أن يكون أمريكي العسكري، ولكن المقصود فيه العدو فيه روسيا. فإذا أنت أصبحت على حدود روسيا، إذا الروس أصبحوا في وضع استراتيجي يعني متأزم جدا، لا يستطيع أن يسمحوا بذلك. والقصد طبعا هو إشغال الروس في هذه المسألة، والآن هم سيحاربون حتى آخر أوكرانيا. كذلك بالنسبة للصين، الآن كل هذه الأحلاف التي تمت وتريد أن تفعلها أمريكا، سواء كانت أحلاف اقتصادية أو تجارية أو معاهدات تجارية أو أحلاف سياسية أو عسكرية، حتى في وجودها في 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 اليابان وفي كوريا الجنوبية وفي بعض البلدان الأخرى، في الفلبين، كل هذه العلاقات، في لاوس، في تايلاند، في كمبوديا، كل هذه هي المقصود فيها احتواء الصين حتى لا تفكر الصين في الخروج، ظلها مشغولة في نفسها. عدم السماح للصين بالهيمنة في بحر الصين الشرقي أو بحر الصين الجنوبي أو حتى في توحيد تايوان، فهذا يشغل دائما الصين فلا تفكر في تحدي أمريكا. فبصورة عامة شمال سوريا ليس لها علاقة بداعش. يعني لماذا أنت تريد أن تدرب 50,000 كردي وتعطيه كل المقدرات النفطية في شمال سوريا، ثم تعطيه قدر من السيطرة بحيث أنه يستطيع أن يبني دولة؟ من المقصود في ذلك؟ ليس نظام الأسد أو نظام السوري ولا كذلك داعش، لأن الأسلحة الثقيلة هذه لا تفيد في مثل هذه الحروب والمعارك. المقصود فيه تركيا. تركيا إذا أرادت أن تخرج خارج محيطها وتظهر بعض القوة، إذن لابد من إشغالها. كيف نشغلها؟ كل جيرانها ضعاف، يعني أرمينيا، جورجيا، اليونان، بلغاريا، سيبك من إيران، أرينا هذه مسألة أخرى عندها مشكلة أخرى، ولكن العراق مقسم سوريا. إذن ليس هناك طريقة لإشغال تركيا مثل أنك، وخصوصا وجود الأتراك في تركيا، عندك أكثر من 20% من السكان. وبالتالي وجود كيان سياسي على حدود تركيا يجعل تركيا يعني تعمل استدارة وتحاول أن تتعامل مع هذا التهديد
الذي ليس لها فقط تهديد على 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 الحدود، انما تهديد في داخل التشكيل التركي نعم. نفسه. اسمح لي هنا دكتور اتوقف، ما تفضلت به كلام غايه في الاهميه حول سياسه امريكا الخارجيه تجاه العالم، وبدات طبعا بالاكثر خطرا بالنسبه لامريكا، ثم وصلنا الى العالم العربي والاسلامي او ما يعرف بالشرق الاوسط. الناس في الشرق الاوسط يعتقدون ان عيون امريكا دائما على هذه المنطقه واطماعها كثيره في هذه المنطقه، ويعتقدون بانهم دائما تحت الرصد الامريكي، وهذا صحيح في يعني في نسبه محدده، لكن امريكا لديها ايضا مشاكل مع اجزاء اخرى من العالم. بالنسبه للشرق الاوسط ماذا يعني لامريكا؟ كيف تتعاطى معه؟ لا سيما في وجود قاعده عسكريه متقدمه لامريكا والغرب هي اسرائيل في المنطقه. شوف، امريكا كما ذكرت استراتيجيتها الكبرى هي الهيمنة. نعم. هيمنة أمريكا على العالم من خلال نظامها الليبرالي. وهنا النظام الليبرالي بمعناه الاقتصادي والثقافي والسياسي، وليس فقط بمعناه الإيديولوجي. أمريكا إذا بالنسبة للعالم يعني هناك اهتمامات حسب الإقليم، يعني في أثناء الحرب الباردة لأنه كان العدو الرئيسي الإيديولوجي بالنسبة لها الذي يمكن أن يهدد من هيمنتها على العالم هو الاتحاد السوفيتي، كانت أوروبا هي الموقع الأول. نعم. وكان الخليج، سواء يعني احنا نسميه الخليج العربي، هم يسمون الامريكان الخليج الفارسي يعني، ولكن منطقه الخليج نظرا لان اكثر من ثلثين البترول وقتها كان مركز في هذه المنطقه، وكان يعتبر المصلحه الحيويه للامن القومي الامريكي بشكل رئيسي، وساشرح لماذا. والمنطقه الثالثه اصبحت منطقه الصين. الان قبل اوكرانيا، قبل مشكله اوكرانيا هذه، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي انقلب الثالث والأول، فأصبح رقم واحد اهتمام أمريكا. طبعا أيام بوش الموضوع اختلف، اللي صار فيه الهجوم على المنطقة والاحتلال العراق وأفغانستان وكذا، ولكن بصورة عامة بعد ذلك أصبحت الصين، لأن الصين أصبحت هي المتحدي الأكبر لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هم كان عندهم مقاربة أخرى فشلت، وبالتالي الآن هم في عادة الحسابات، ولكن بقي منطقة الخليج ومنطقة البترول كالمنطقة الحيوية الثانية، وتراجعت أوروبا إلى الثالث. الآن طبعا رجعت مرة ثانية عشان موضوع أوكرانيا. اهتمام الشرق الأوسط بشكل كبير يعني هو متعلق بأمرين رئيسيين، ولكن هم في حوالي 5-6 أهداف تحاول أن تحققها في المنطقة. المسألة الأولى هي منطقة النفط. هو ماذا الحدث؟ لماذا النفط مهم جدا؟ غير على علاوه على انه هو الذي يعني تحتاجه البشريه في موضوع التصنيع والصناعه وكذا وبقيه الاستخدامات. النفط يمثل قيمه اقتصاديه كبيره جدا. امريكا عندما خرجت من عزلتها التي كانت يعني اخذتها لمده حوالي 20 سنه ما بين الحربين الاولى والثانيه، أرادت أن تهيمن الآن، لا تعمل نفس الأخطاء اللي خرجت فيها في الحرب العالمية الأولى، فكان لابد أن تسيطر على الاقتصاد. لأنه أمريكا كانت هي الدولة التي آخر دولة دخلت الحرب العالمية الثانية، كانت أوضاعها يعني ما زالت بخير مقارنة بقية الأوضاع. نعم. فكان جزء من شرطها للدخول ضد هتلر ولمساعدة الحلفاء هي أن تنقاد لها القوى الأخرى بأن يصبح الدولار هو العملة الرئيسة في العالم، على أساس أن هذا الدولار مربوط بالذهب. فقالوا أنه كل أوقية ذهب لها سعرها ثابت وهو 35 دولار، فأنت مش محتاج أنك تأخذ ذهب، أنت بس قلنا. طبعا كانت معظم الذهب عند أمريكا. نعم. سواء كانت الذي تقتاد أو اللي محطوط عندها، يعني كل واحد يحتاج ذهب يجيب لي 35 دولار أعطي له أوقية، ما فيها مشكلة. واستمر هذا النظام، وبالتالي أصبح الدولار هو العملة التي يتعامل فيها الناس بشكل عام، هو ولكن هي عملة مغطاة. يعني لو أنت عندك مثلا 35 مليون دولار تروح بيعطيك مليون أوقية ذهب وخلص ما في مشكلة. ولكن جاءت حرب فيتنام وأصبحت حجم النقود الورقية التي ليست لها قيمة حقيقة، إلا إذا أنت اعتقدت أن لها قيمة، هي ليست لها قيمة يعني رمز، هي قيمتها رمزية وليس حقيقية، يعني هذا مش ذهب تبيعه، هذه أوراق مكتوب عليها بنك نوت. أصبحت هذه يعني تطبع بشكل كبير جدا، وأصبحت العجز التجاري، العجز الأمريكا في ميزانيتها أصبح يكبر ويكبر ويكبر. واحد زي ديغول وقتها كان رئيس فرنسا يقول أنتوا بتطبعوا كيف، هل عندكم تغطية ذهب؟ هم يتهربون من المسألة، حتى وصل بهم المسألة في عصر نيكسون في عام 71، قال أنت زهقتوني
ما في غطاء وسأرفع الغطاء. الآن لو جبت إيش ما تجيب مش هعطيك ذهب، ما عندي ذهب. الآن واحد يعمل زي كذا، المفروض الرد المنطقي يحصل هو انهيار الدولار. ما انهار الدولار؟ لماذا؟ هناك قوة، لا طبعا في قوة عسكرية وراء، والأهم من ذلك أنه وقتها صار اتفاق بين السعودية وبين كيسنجر، لو كان وزير الخارجية في 74 ذهب كيسنجر واتفق مع الملك فيصل أنه في سبيل الحماية الأمريكية للسعودية ونظام السعودي، وطبعا السعودية كانت أكبر منتج للبترول، لا يباع الدولار إلا لا يباع البترول إلا بالدولار، وبالتالي فرض، وكان هناك نظام أوبك، كان هناك فرض أنه لا يباع إلا بالدولار. وبالمناسبة جزء من الحرب على العراق، جزء كبير جدا في 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 اعتقادي، أن صدام كان يريد أن يغير، بل هو أصلا يعني صرح أنه لن يقبل الدولار مرة أخرى وسيبدأ باليورو أو بعملات أو بسلة من العملات. وفي الشهر الذي غزو فيه العراق، تم غزو العراق فيه، كان هناك مفروض أن يكون هناك اجتماع بين العراق وإيران وفنزويلا للاتفاق على هذه الكيفية، كيف يمكن أن يبيعوا بترولهم خارج دائرة الدولار من خلال سلة عملات. الفكرة هنا طبعا أنه إذا كانت هذه السلعة الرئيسة في العالم، تتحدث عن 100 مليون برميل سنويا يوميا، عفوا 100 عارف يعني 100% يعني 10 بليون دولار، إذا كان يباع بالدولار، إذا من هو المالك الحقيقي للنفط؟ الذي يطبع الدولار. نعم. وحتى معظم هذه الدول لا تستطيع أن تستهلك الدولار، فإما تشتري فيها أسلحة بمئات المليارات أو تخزنه وتستثمره في أمريكا، فأمريكا كسبانة كسبانة. وبالتالي اليوم حجم التعامل بالدولار في العالم حوالي 63%، وهذا يعطيها قوة اقتصادية كبيرة جدا، بل قوة هيمنة، وهذا ما تريده أمريكا. لذلك ماذا تفعل حتى تحافظ على هذه الهيمنة؟ جزء منه طبعا الإصرار على موضوع البيع بالدولار، وبالتالي لا يسمح لدول أخرى، بل تحارب وتقاطع وتحاصر. وكذلك مسألة القواعد الأمريكية، عندك أكثر من 800 قاعدة أمريكية في خارج أمريكا تقريبا هي تحكم العالم. يعني بعد ذلك أنت لو رأيت كل القوى الأخرى، الصين عندها كم قاعدة خارج بلادها؟ واحدة. الاتحاد السوفيتي واحدة في سوريا. يعني الدول الأوروبية أو بريطانيا في بعض مستعمراتها الماضية وليس لها وجود عسكري حقيقي. إذن أمريكا هي التي تصنع النظام الدولي، وهي التي تتحكم عسكريا بكل المفاصل. ذكرت في حديثك قبل قليل دكتور موضوع العراق، وكان يعني أن سببا مهما من أسباب اندلاع الحرب أو شن الحرب على العراق هو مسألة البترول والبيع وكذا، لكن ما نتج عن هذا الاحتلال الأمريكي للعراق فيما بعد، وهنا لا يهمنا الاستعراض التاريخي بقدر ما يهمنا فهم الرؤية الحالية، رؤيتكم الحالية تجاه العراق، ما حصل فيه الآن، يعني ما يمكن أن يسمى التنافس الأمريكي الإيراني هناك وفق ألطف التعابير يعني في هذا المجال، كيف تنظرون اليوم إلى أحوال العراق؟ شوف، هو العراق بعد 9/11، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، كان هناك أولا أمريكا كانت متفردة، كانت أحادي القطب، حد السوفيتي سقط ولم يكن هناك آخر، فكان عندها من الحرية والمرونة بأن تتحرك كما تشاء بدون ما يكون عليها يعني تكاليف، حتى لو أخطأت ما حد حيحاسبها، هتمشي وحتتعلم وستستمر. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت هناك رؤية تقريبا هي التي استولت على مخيال بوش والناس اللي حواليه، وهي كانت الحقيقة هذه الرؤية ليست جديدة، ولكن ما يسمى وقتها بالمحافظون الجدد، وهي رؤية إسرائيلية في جوهرها في ذلك الوقت، وهي محاولة تغيير الأنظمة في المنطقة بحيث أنها تصبح على نفس المنوال الأمريكي، سواء الليبرالي أو العلماني أو يعني التغيير الجوهري في نظام الحكم. عندهم كان كذا يعني تصور، وهم أنا في تصوري، أنه هي ممكن أن يعيدوا صناعة الإنسان العربي في المنطقة أو الإنسان الشرق أوسط في المنطقة، ويعيد تركيبه مرة أخرى على المزاج الأمريكي أو الإسرائيلي. فكان الفريق صناد، وهذا طبعا ساعدهم أنهم كانوا انتصروا بصورة سريعة جدا في أفغانستان. هو طبعا وهم الانتصار، لأن الجماعة انسحبوا حتى يرتبوا أمورهم. فبدأ كانت الفكرة يبدأ بأفغانستان، ثم العراق، ثم سوريا، ثم كان في بالهم يعني وإيران والسودان وليبيا وهكذا. طبعا ليبيا سلم، يعني شاف هذا المسألة وسلم على طول إيش عايزين واتفق معهم، ولكن وحلت معهم العراق.
يعني هو الذي أفشل هذا الموضوع هي المقاومة العراقية الحقيقة، لأنه ما استطاع أنهم يحققوا ما يريدون، أنه كل هذا وهم. فهناك يعني مشاكل كبيرة جدا بين الجارتين، وكانت فرصة للنظام الإيراني أيضا أن يعني ينتقم لنفسه. يعني 8 سنوات حروب واستنزاف، فأصبح عنده هذه القدرة أن يستطيع أن يتحكم أو يكون جزء من المشهد على الأقل. نعم. لم يتحكم به. طبعا الأمريكان يعني أنا أتصور هناك طبعا نظرتان. النظرة الأولى أن الأمريكان كانوا لا مش عارفين بيعملوا إيش، يعني لم يكونوا يدركون هذا الوحل الذي نزلوا فيه. نعم. وبالتالي يعني تعلموا كثيرا ودفعوا ثمن كثيرا. في نظرة أخرى تقول لا، هم كانوا عارفين بالضبط إيش بيعملوا. هم نزلين وعلشان يخربوا في المنطقة، لأنه التكاليف هتكون بسيطة. يعني الحقيقة ليس هناك أدلة كبيرة على هذه المسألة. نعم. إنما الأدلة الأكبر على أنهم نزلوا وأخطأوا أخطاء استراتيجية كبيرة، والدليل على ذلك أنه بوش نفسه يعني تراجع في كثير منها، واعتبر أنه هذه كانت أخطاء وأنه في ناس أوقعوا به. هل هناك ناس آخرون أقنعوه كانوا فاهمين؟ أتصور موجود يعني، ولكن على الأقل الفئة الحاكمة التي اتخذت مثل هذه الخطط والاستراتيجيات لم تدرك يعني حجم المصائب التي هم يعني وضعوا نفسهم فيها. دكتور سامي، الحديث بقية إن شاء الله بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم من جديد إلى هذا اللقاء الخاص مع الدكتور سامي العريان وضيفنا مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية، أستاذ الشؤون العامة بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول. أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. دكتور، إذا انتقلنا إلى محور آخر، فلديكم اهتمام كبير في محاولة بناء رؤية لتفكيك الكيان الصهيوني، ما أهم ملامح ومرتكزات هذه الرؤية؟ والله شوف، أنا هي ترجع أيضا إلى رؤيتنا لموضوع القضية الفلسطينية. نعم. القضية الفلسطينية هي لم تنشأ في 67، يعني الحديث عن دولة ودولتين وكذا، هذه أشياء الحقيقة تخرج من خارج السياق. الوجود الصهيوني في فلسطين هو كان جزء يعني بدأ من عصر من القرن 19 كجزء من هجمة غربية على المنطقة. القضية الفلسطينية لم يعني تبدأ بحرب 67 ولا حتى بحرب 48. هناك كان جزء موجه جوهري، وهو مرتبط بالعملية الاستعمارية للهيمنة والسيطرة وتجزئة المنطقة العربية والإسلامية. فيجب أن نفهم كنه الحركة الصهيونية، لا نستطيع أن نقفز على ذلك ونتحدث عن حل دولتين وكأن يعني المسألة كانت في عدم الوجوه. ثانيا، الاضطهاد اليهودي وما جاء من عند المسلمين، يعني احنا مربوطين بآيات سورة الممتحنة، يعني أقول الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في دينكم وأخرجكم من دينكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ويتولوهم فأولئكم ظالمون. إذن في عندنا المشكلة، احنا مش ضد اليهود، يعني احنا ما عندنا مشكلة مع اليهود كيهود، بل الإسلام قبلهم وأصبح جزء من نسيج المنطقة. المشكلة هي مع الاعتداء، وهذه الحركة الصهيونية حركة معتدية كولونيالية استيطانية تريد أن تحل شعبا مكان شعب وتجلس مكانه وتطرد الشعب الآخر وتهيمن. لا تستطيع الصهيونية أن تبقى في منطقتنا بدون أن تكون مجزأة ومقسمة ومعلمنة ومغربة ومهيمن عليها، ولا يكون فيها نهضة ولا يكون فيها علم، لا ما ممكن. يعني إذا كان هناك عالم عراقي هذا مهدد يقتل، إذا كان هناك وحدة بين مصر وسوريا تضرب، إذا كانت هناك ديمقراطية في مصر ولا في تونس هم ضدها، إذا كانت هناك وجود في السودان لكيان يكون يعني متناسق في موعده يقسم وهكذا. هذا لا. هذه هي دولة وظيفية. هذا إذن الحديث عن أي مكون أو أي حل سياسي يبقي على هذا الخطر هو الحقيقة في غير موضعه. إذن الحل الوحيد هو تفكيك هذه الدولة، يعني وهذا ليس فقط أنت ستحل معظم مشاكل المنطقة، إنما أيضا تحل مشكلة أن الصهيونية استولت على اليهودية. أنا بنقذ اليهودية، أنا لما أفكك الدولة الصهيونية التي أرادت أن
تأخذ اليهودية وتعيد تعريفها بأن اليهودي هو الصهيوني، لا، أنا بقول لا، اليهودية هي دين سماوي، أنا مختلف معهم ولكنهم أنا معترف به. الفرق بيني وبينه هو لا يعترف بك، أنت تعترف به، ما عندنا مشكلة. إذن الحل الحقيقي هو تفكيك الدولة. كيف نفكك الدولة إذن؟ هنا المسألة جاءت. مشكلة كثير من الفصائل الفلسطينية تظن أن الفلسطيني قادر على أن ينتصر. لا، أنت لما عشان تعرف هذه الدولة لازم تدرس عوامل قوتها، هي كيف استطاعت أن تبقى وكيف استطاعت أن تتقوى وتهيمن. أنا في دراستي خرجت ب 12 عامل، ستجد أن الفلسطيني فقط ممكن أن يؤثر في عاملين أو ثلاثة. إذن لو اجتمعت كل الفصائل الفلسطينية، فتح على حماس، على جهاد، على شعبية، على ديمقراطية، على كل الفصائل، ما يمثلوا إلا اثنين ثلاث. هي المعادلة كالتالي. نعم. القضية الفلسطينية لا يمكن أن تحل بغير الفلسطيني، ولا يمكن أن تحل بالفلسطيني وحده. بمعنى أن الفلسطيني وجوده ويبقي على الصراع مشتعل ومشتبك، ولكن إذا وحده أنك ترميه في هذه الساحة وتقول أنت لا، ما يستطيع. لماذا؟ لأن الصهيونية جزء كبير من قوتها في خارج إمكاناتها، ارتباطها بالعالم الخارجي، ارتباطها بالقوى الاستعمارية الأخرى، تركيبتها في أشياء كثيرة جدا خارج قدرتك على مجاباتك كفلسطيني وحده. إذن نحن نتحدث الآن عن عمل خارج الإطار الفلسطيني، عن عمل عالمي، يعني إقامة حركة تضامن عالمية تستطيع أن تبدأ تضرب في هذه العوامل الـ 12 التي هي يمكن تبقي على القضية. العمل العسكري هو عامل من العوامل، يعني ليست، يعني لا مش بالضرورة يكون هو الحاسم. احنا عندنا كده بعض الخيال عند الناس أنه والله يعني الناس حيأتي هم جيش من الشرق ولا جيش من الغرب، وحيكون في معركة زي حطين أو عين جالوت وحننهي الموضوع. مش بالضرورة يكون هذا. الاتحاد السوفيتي سقط بدون أن يكون هذه المسألة. أنت ممكن المطلوب منك أنك أنت تعمل المطلوب هو، يعني المهمة هذه لها أمرين. الأمر الأول هو دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى يبقى، لأنه عدم صموده أو عدم بقاؤه ما في قضية، فلازم تدعمه يبقى في القدس، ويبقى في أماكن الاحتلال، ويبقى في أماكن المواجهة. والثاني هو الاشتباك مع الحركة الصهيونية في كل المجالات، ولا تتركهم في أي مجال. في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والقانوني والحقوقي والإعلامي والرياضي والفني والأكاديمي والقانوني، على كل المستويات تشتبك معهم باستمرار، لا تسمح لهم أصلاً يتنفسوا. لو كان هذا موجود، وهذا في كل العالم، حيتحصل أمور استراتيجية. يعني في داخل حد، يعني هم عندهم تناقضات في داخل المجتمع. نعم. العلماني ضد الديني، المستوطن اللي ساكن في المدن واللي ساكن في المستوطنات، والشرق ضد الغربي، والعربي ضد الإسرائيلي، والفقير ضد الغني. عندك مشاكل لا حصر لها، بس هم متفقين عليك. أنت أيضا يعني تستغل هذه المسألة. وفي الآخر هذا يعني جهد بشري، يعني هذه الحركة الصهيونية جهد بشري يقابله جهد بشري آخر. الفرق أنك أنت عندك بركة، هو ما عنده هذه البركة. وإحنا مؤمنين تماما أنه في نهاية الأمر هذا، يعني هو هذا الحبل من الناس اللي يحيى عليه الكيان الصهيوني، هذا لن يقطع إلا بجهد بشري كويس، ولكن أنت معك أيضا حبل من الله اللي هو ممكن ينصرك عليهم. فيعني هي الرؤية الحقيقة بتخرج ببساطة شديدة أن أنت بحاجة إلى بناء حركة عالمية تضامن عالمية. الجزء الفلسطيني نعم في رأس حربتها، ولكن وحده لا ينفع. ويكون أنت يعني الاشتباك مع الحركة الصهيونية في كل المجالات، والمحافظة على صمود ووجود الشعب الفلسطيني. هل من عوامل ومرتكزات هذه الخطة لتفكيك الكيان وجود أنظمة، يعني وجود جهود للأنظمة العربية والإسلامية في المنطقة، مستثنى منها؟ والله بالعكس، هذه النظرة يعني تحتاج الكل، أنظمة وحكومات وحركات وحركات اجتماعية وأحزاب سياسية وأفراد ومؤسسات، يعني هي الكل له دور. الكل له دور، لأنه في أشياء تحتاج فيها أنظمة وحكومات، وفي أشياء تحتاج فيها يعني الناس أنفسهم. وبالتالي لا أعتقد أن المسألة معلقة بالكل، نحن نحتاج جهود الجميع. نعم. من أين تبدأ أو من أي خطوات يمكن البدء في مثل هذه الخطوة؟ أولا إحنا لازم نفهم الرؤية. شوف هذه الرؤية تعني أولا كل الحكي، مثلا يعني من ضمن هذه الرؤية أنك أن يعني عندما ينهار هذا الكيان يقول إيش هتعمل في اليهود؟ يا سيدي اليهود هم كما ذكرنا في بداية الحديث أنهم كانوا جماعة مضطهدة في أوروبا، إحنا ما لنا علاقة.
هم كانوا بيضطهدوهم، بيقتلوهم وبيضطهدوهم وحطوهم في المحارق ومش عارف ايش هناك. اذا هم اوروبا هذه عنصريه مش عايزه تقبلهم، يا سيدي احنا بنقبلهم معهم، يقعدوا من طنجة لجاكرتا زي ما طلعوا من الاندلس، ولكن مش حساب الحقوق ولا حساب بناء كيان لهم ويبدا يعني يهيمن. لا، اذا عندهم مشكله هم انه مش لاقيين مكان يعيشوا فيه، عم يعيشوا بينا، ولكن مش حساب حقوق الشعب الفلسطيني ولا ككيان منفصل ومستقل وكذا. لا، انما هم يرجعوا. اما على المستوى كيف نبدا، يعني كيف اولا نقتنع بهذه الرؤيه ان المساله ليست حل دوله ولا دولتين، هذا كلام فارغ. كل هذه الحدود لن تاتي بشيء، واللي مش مصدق يشوف ايش مسار 30 سنه الماضيه. ايش عملت السلطه من عصر اوسلو؟ نحن اضعنا 30 سنه من عمر الشعب الفلسطيني وعمر العالم العربي والاسلامي في يعني في اوهام. هذه الحركه لا تقبل انصاف الحلول، لا تقبل انصاف الحلول. اذا لابد من الاشتباك معها على كل المستويات. الان اصبحت هي مخترقه كل المجتمعات العربيه، وبالتالي كل المجتمعات العربيه اصبحت مهدده. للحديث بقيه دكتور بعد فاصل قصير بحول الله، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص. دكتور مرحبا بك معنا مرة جديدة. بودي أن أسأل عن الواقع السياسي الحالي في تركيا وموقعها من حيث هذه المشكلات التي تجري في المنطقة والموقف الأمريكي منها. كثيرا ما يقال بأن أمريكا غير معنية بتركيا قوية، وهناك دائما نظرة عامة بأن الغرب أيضا يقف ضد تركيا في كثير من القرارات. ما حقيقة هذا الموقف؟ هي تركيا كانت تمثل طبعا لو رجعنا إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت تمثل موقعا استراتيجيا مهما جدا لأمريكا في الحرب الباردة تجاه الاتحاد السوفيتي. طبعا تركيا كانت هي جزء رمزي من العالم الإسلامي، ولكن هي كانت متجهة غربا نحو أوروبا، وبالتالي هو بعد ال 12 دولة اللي أسسوا حلف الناتو في عام 49، ثم دخلت تركيا في عام 52 هي واليونان، باعتبار ان هم واليونان على في مشكلة، طبعا في مشكلة عمرها عقود. ويتحدث اليوم تركيا استقلت من يقول لك استقلت من اليونان، لأن اليونان اعتدت عليها بعد الحرب العالمية الثانية على كل الأولى. على كل الأحوال فتركيا كانت تعتبر يعني مكان استراتيجي في غاية الأهمية بالنسبة لمجابهة الاتحاد السوفيتي في الحرب الكوبية، في الحرب عفوا في الصواريخ في الأزمة الكوبية، الصواريخ النووية في كوبا في عام 62 حلت لأنه أمريكا كانت وضع هنا رؤوس نووية، صواريخ نووية في تركيا هددت باستخدامها. أي لا، فحلت على أساس أنه أنتوا تنسحبوا، أنا أسحب الصواريخ من كوبا وأنت تسحب الصواريخ من تركيا. فتركيا كانت دائما تمثل يعني موقعا استراتيجيا وأهمية استراتيجية كبيرة جدا في ذلك. طبعا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تراجعت مثل هذه القيمة، بقت هي قيمتها أيضا يعني في مجال رقم واحد أنه هي ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وبالتالي هي لها ثقل في هذه المسألة، ولكن عمرها ما كانت يعني قراراتها أو إرادتها ممكن تنفذ، دائما كان القرار الأمريكي هو الذي ينفذ. الأمر الثاني الذي تجدد يعني في هذا القرن وهو صعود قوى أخرى تريد أن تستقل، تريد أن تكون لها نوع من الاستقلالية، وهو صعود وبروز حزب العدالة والتنمية في تركيا وأردوغان، وهذا عنده مشروع. يعني بقية الحكومات لم يكن لها عندها مشروع، وكانت تتماشى مع الولايات المتحدة ما عندها مشكلة في وجود هذا المشروع. وضح ملامح هذا المشروع لم تتضح حتى إلا بعد العقد الأول، يعني بعد 2013-2014 أصبح واضح أنه هذه القيادة الجديدة لتركيا تريد لتركيا قوية متمددة لها هيمنة أو لها وجود ونفوذ في محيطها، في إقليمها، بل في خارج محيطها وإقليمها، في المناطق التركية اللي مثلا في أذربيجان، في دول ما كان يسمى بيعرف بالاتحاد السوفيتي للدول الإسلامية السابقة، أو في العالم العربي. هذا سبب قلق لدى الأمريكيين، وبالتالي حاولوا أكثر من محاولة التأثير على الاقتصاد التركي، أو أنهم بناء يعني مساعدة الأكراد في محاولة عملت بعض الزعزعات،
أو الضغط عليها اقتصاديا، أو حتى محاولة يعني بعض الناس يقولون يعني الأدلة ليست هناك يعني قاطعة في هذه المسألة، دعم الانقلابيين أو بولان أو غيره. فالوضع بين أمريكا وتركيا الحقيقة متأزم، نعم، نظرا لأنه من ناحية أخرى تركيا تريد أن تكون لها استقلال وسيادة ليس كامل الآن لأنه نظرا لضعفها، ولكن على تعمل على ذلك. ومن ناحية أخرى أمريكا تخشى من ازدياد هذه القوة التي يمكن أن تتعارض مع سياسات تركيا في المنطقة. الآن في بعض المرات هم يعني متفقين حتى الآن، عندما كلما كانت هناك في احتكاك كبير كانت تركيا بعد شوية تنصاع يعني تقبل، لأنه أيضا وضعها الاقتصادي لا يسمح لها بأن تدخل في تحديات مباشرة. المشكلة الرئيسية لتركيا الآن هي الحقيقة في موضوع الطاقة، الاقتصاد وخصوصا الطاقة. الطاقة تستهلك منها أكثر من 25 مليار دولار، 22 إلى 25 مليار دولار سنويا، وتحتاج فيها عملة يعني صعبة لأن ليس عندها مصادر للطاقة. الآن وجدت أنت في شرق المتوسط أن هناك كميات من الغاز الكبيرة جدا بعشرات البلايين من الدولار، نعم، ولكن في إشكالية، نعم، في معاهدة لوزان عام 23 عندك حوالي 2000 جزيرة، هذه تقريبا 95% وهي غير مأهولة، أعطيت من تركيا إلى اليونان وقبلت، على أساس تركيا قبلت أنها لا تكون مسلحة ويعني فاضية خلاص، يعني إحنا نريد أن نستقل كذا فأعطوها. الآن إيران اليونان تقول أن هذه الجزر لها 3 ميل محيطها اليابس و200 ميل محيطها المائي عفوا و200 ميل محيطها الاقتصادي، وتريد أن تمنع كل هذه العشرات البريئة من الغاز عن تركيا. نعم. فأصبح عندك تنافس. نعم. فتركيا وقعت في أقل من دقيقة دكتور. نعم. مستقبل تركيا في ضوء ما تفضلت به في أقل من دقيقة، والله سيعتمد اعتبارا كبيرا على الانتخابات العام القادم. نعم. أنا أعتقد هذه تكون انتخابات فاصلة، قد تكون أهم انتخابات في تاريخ تركيا الحديث، أنه إذا استطاع أردوغان أن يفوز في هذه الانتخابات ومشى في برنامجه فحيكون هناك طبعا وضع لتركيا مختلف، وإذا تراجع وهزم وجاءت المعارضة فسيكون كثير من الأمور. كيف ترى حظوظ أردوغان بالمناسبة؟ حتى الآن يظهر أنه حظوظ قوي نظرا ليس بالضرورة لقوته ولكن لضعف المعارضة. نعم. أشكرك جزيلا دكتور سامي العريان، كنت معنا ضيفا في هذا اللقاء الخاص، مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية. شكرا لك دكتور في حضورك. نشكركم لحسن المتابعة أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص. شكرا لفريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.